عبد الكبير الليل. عبد الكبير، عبد الكبير، عبد الكبير ياتي عن طريق رفيق عبد الصمد، تمريره ولا اروع من الرفيق عبد الكبير. قدم المنتخب المغربي بهدف دون رد. وفي شوط المباراة الثاني في الدقيقة 60 يستطيع اللاعب سينتنامو اللاعب الهداف لمنتخب أوغندا أن يقتنص بطاقة التعادل للمنتخب الأوغندي بعد ربع ساعة من شوط المباراة الثاني. ثم استفاق الأسد المغربي في الدقيقة 77 عن طريق البديل الرائع صاحب الخبرة محسن ياجور في الدقيقة 77 ليقتنص ويستفيق بالأسد المغربي ويتقدم بهدفين مقابل هدف. ثم في الدقيقة الثالثة بعد الوقت الإضافي يستطيع نجم المباراة والمنتخب المغربي عبد الكريم الوادي أن يضع الهدف الثالث ليتوج هذا اللاعب من أفضل لاعبي المنتخب المغربي في هذه البطولة ويحقق المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في المشاركة الأولى في بطولة كأس